عقد المجلس البلدي الشمالي اجتماعه الاعتيادي العاشر برئاسة السيد أحمد الكوهجي وبحضور مدير عام بلدية المنطقة الشمالية السيدة لمياء الفضالة. وخلال الاجتماع استعرض المجلس ردود سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتي كان من بينها الرد على موضوع إحالة بعض المشاريع بمدينة حمد لديوان الرقابة النظامية، والذي قرر المجلس فيه على إعادة رفع خطاب لسعادة الوزير بالتأكيد على طلب المجلس بتوصيته الأصلية السابقة. طبعا اليوم تكلمنا عن مشكلات تجمع مياه الأمطار في الاجتماع الاعتيادي العاشر. احنا كمجلس بلدي نقدم توصية للجهات المعنية، سواء وزارة الأشغال، البلديات، الصحة، وزارة التربية، كل الجهات اللي لها علاقة بموضوع تجمع مياه الأمطار. هاي الموضوع طبعا موضوع مهم، واليوم عندنا مشكلة البعوض منتشر مو بس في المحافظة الشمالية، في مملكة البحرين، وإحنا إن شاء الله بإذن الله بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال والبلديات بنحاول نحط حل سريع لهذه المشكلة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة إن شاء الله في خلال أسبوع أو 10 أيام نحاول أن نقضي على مشكلة البعوض في المحافظة الشمالية. تطرق المجلس البلدي إلى عدة مواضيع، وإن شاء الله يعني تفهمنا على وضع حلول لأغلب المقترحات والتوصيات المقدمة من قبل المجلس البلدي. وبعدين احنا يسعدنا اليوم ان احنا من اليوم غدا ان شاء الله بيكون تدشين لحملة بيئتنا غير في شهر الخير، وهي حملة يعني تم بمشاركة مباركة بين بلدية المنطقة الشمالية والأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية والمجلس البلدي الشمالي. هذه الحملة نتطلع ونتأمل أنها تنجح وتلقى نجاح كبير والتعاون بين جميع شرائح المجتمع. وعلى بند ما يستجد من أعمال استعرض المجلس مواضيع عديدة، منها آلية التعامل مع مخالفات البناء وكيفية فرض وتنفيذ الغرامات عليها، ورفع خطاب لسعادة الوزير برؤية المجلس في رفض مقترح قطع التيار الكهربائي على المباني المخالفة، المآتم ودور العبادة، بالإضافة إلى موضوع حملات تنظيف المجاري المائية وشفط المياه الراكدة مع تعقيم المواقع بصورة دورية لجميع دوائر المحافظة الشمالية، والعمل على إزالة المياه المتجمعة بالمجاري المائية. احتفاء بمناسبة يوم أوروبا، استقبلت الصالة الثقافية حفلاً موسيقياً قدمه الثلاثي داريو بينيلي بحضور سعادة الشيخة هلا بنت محمد الخليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، وسعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية والمهتمين بالثقافة والفنون. يأتي ذلك باستمرار التعاون مع هيئة البحرين للثقافة والأثار بما يعزز العلاقات بين البحرين والاتحاد الأوروبي للمزيد من المشاريع الحضارية والثقافية المشتركة. عشنا في هذه الأمسية لحظة فعلا جميلة وأوروبية، فقدمت داريو بينيلي تريو موسيقات أوروبية بشكل حديث، وكنا سعيدين جدا أن نحتفل يوم أوروبا مع كثير من البحرينيين وخاصة من الشبان البحرينيين معا. Passo tra la folla che non sa.